A great 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 day. في فيديو اليوم حنواصل سلسلة تحدي الكيك، والفكرة هي انه بنرسم اغرب الكيك وبنروح الى مدن مختلفة وبنطلب الكيك من اسوأ وافضل محل بالمدينة، وبالنهاية انتوا اللي بتقرروا مين الفائز. في فيديو اليوم حنسافر الى مدينة ابو ظبي، فحنرسم اغرب كيكة ممكن تيجي في بالي ونطلب الكيكة من افضل واسوأ محل بالمدينة. هذا هو اللي حنسويه في فيديو اليوم، وخلونا نبدأ الفيديو. كل مرة بحاول أفكر بفكرة تكون أصعب. بآخر فيديو رسمنا كيك شكله غريب جداً، وهو كيك على شكل صرصور. أنت طلبتوا مني إنه أصعب التحدي، فكرت بإيش ممكن نرسم للكيك عشان نبعثها للمحلات، فكنت بفكر إنه يا أما أعمل فيل أو ثعبان، وبصراحة حسيت إنه الثعبان حيكون أصعب من الفيل، إنه الفيل ممكن حد عملها من قبل، بس إنه ثعبان أحسها يعني غريبة شوية، لأنه مين حيعمل كيكة على شكل ثعبان، صح؟ فأول حاجة لازم نسويها هو إنه نرسم الكيك. لازم الآن أخرج إبداعاتي، أوكي، ونرسم أحلى ثعبان في العالم. كيف يرسموا الثعبان؟ هو رأس وبعدين كذا ذيل طويل. خلونا نشوف أجمل ثعبان في العالم عشان أشوف إيش ممكن أرسم. أوه سبحان الله، يا شكلهم مخيف بس سبحان الله حلوين. يما إيش ذا؟ أي ركزي، مستحيل ممكن نعمل الثعبان هذا نعمل لون أخضر؟ لا يما نعمل ثعبان باللون البرتقالي أو الأصفر، برتقالي أو أصفر، نعمل ثعبان باللون الأصفر، لا برتقالي أنا أسفة، نعمل ثعبان باللون البرتقالي. أوكي يا جماعة ركزوا معي، ها ركزوا معي، عايزة أصاحب عليهم التحدي، أوكي؟ لازم يكون التحدي صعب، فإيش ممكن نسوي عشان نصاحب عليهم الكيك؟ حابة أرسم كيكة مستحيل يقدروا يعملوها بسهولة. فكري 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 فكري. نعمل ثعبان على باب. لا أحسن فكرة هاملة، ثعبان تحت السرير. لا بس كيف لو عملوا كيكة على شكل سرير مش هيقدروا انه يحطوا تحتها الثعبان؟ لا مش هينفع. فكري فكري فكري. جتلي فكرة. اوكي اوكي لحظة لحظة لحظة، نعمل ثعبان على مرحاض. يعني ممكن نعمل مرحاض يكون عليه الثعبان يعني كذا من برا، او 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 ممكن نعمل مرحاض بعدين المرحاض ينفتح كذا لفوق ويكون داخل الثعبان. مشكلة اني ما اعرفش ارسم. هنعمل كذا المرحاض، اوكي بعدين في حاجة كذا صح اللي تحت يجي كذا وبعدين هو كذا صح. اوكي هذا الآن شكله فستان مش مرحاض. إيش ذا؟ ليش كذا؟ أنا ما أعرفش أرسم، مش عارفة ليش. What؟ شكله مرحاض صح؟ فحناخذ اللون البرتقالي وحنرسم الثعبان. هحط هنا الثعبان بيلف على الحوض، أوكي؟ وي وي وي. بعدين هنا رأس الثعبان. Oh my god! لا. هنعمل لسان الثعبان وحناخذ كده اللون البني ونخلي الثعبان شكله حلو. شكله حلو زي ما تعرفين في كل كيكة أرسمها يعجبني أضيف حاجة تخلي الكيكة شكلها أحلى. في اللي احنا ممكن نعمله الآن نحط وردة في مكان غريب عجيب ونشوف لو حيعملوها ولا لا. إيش ذا؟ جنب الوردة حنرسم فرشة سنان. مش عارفة مين يحط فرشة سنان فوق المرحاض. فالآن عندنا مرحاض عليه ثعبان، وبعدين عشان نخلي الكيكة شكلها أحلى حطيت وردة وجنب الوردة حطيت فرشة سنان. مش حكذب عليكم أنا خايفة إنهم ما يقبلوا إن يعملوا الكيكة لأنها صعبة، بس حبيت إنه نصعب عليهم التحدي ونخلي الكيكة أصعب من اللي إحنا عملناه من قبل، لأن رسمتي مش كويسة فلازم أقول لهم إنه في ثعبان على المرحاض، لكن ما راح أقول لهم أي شيء ثاني. فمن جد أنا متحمسة كثير إن أشوف لو حيقدروا يعملوها ولا لا، وإن شاء الله ياخذوني بجدية وما يقولوا إن أنا مجنونة. أشوفكم بعد أسبوع. One week later.
مش عارفه ليش بحط نفسي في المواقف البيخه. يا جماعه كل مره بيصعب علي اني اطلب الكيك، لانه كل مره بيكون الكيك اسوء. عاده لما اطلب الكيك من المحلات هذه اطلب تحت اسماء ثانيه، مثلا سوسن، سوسو، رحاب، ابتهال، اي حاجه. هذه المره مش عارفه ليش بس قررت انه اقول لهم الحقيقه واحط اسمي. يعني جت على كيكة المرحاض اني احط اسمي. فاخيرا وصل لنا كيك الثعبان على المرحاض من اغلى محل وارخص محل. عندي ابن وهمي اسمه جعفر، فقصة اليوم هو انه انا عاملة حفلة هالوين لجعفر. صراحة ما فكرت فيها انه ليش بعمل يعني حفلة هالوين لابني الصغير، بس ما كان عندي اي سبب ثاني يا جماعة انه ايش اقول لهم. طالبين كيك ثعبان على مرحاض فيه فرشة اسنان وبرود. اوكي فانا متحمسة جدا جدا انه نشوف الكيك. هنا عندنا الكيكة من اسوأ محل، وهنا عندنا الكيكة من افضل محل. اوكي جاهزين نشوف الكيك؟ 1 2 3. والله عملوها. فرشة الاسنان والورود. اوه الثعبان. واو. لا الصراحة ما كنت متوقع انه يقدروا يعملوها، بس يعني عمل مرحاض عليه ثعبان في فرشة اسنان وورود. طبعا في اختلاف كبير بينهم، الحجم، الثعبان، بس الشيء اللي انا حابة اعرفه ليش حطوا معجون داخل المرحاض؟ او هم يمكن قصدهم المي فحطوا اللون الازرق؟ ما اعرفش. أكيد 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 الكيكة هذه أغرب شيء إحنا طلبناه في السلسلة هذه، أغرب من الصرصار. خلونا نبدأ بالكيكة من أفضل محل. الكيكة هذه من أفضل محل ودفعت تقريباً 255 دولار. لما بنقارنها بالكيكة من أسوأ محل حنلاحظ على طول إنه الكيكة أصغر بكثير. على فكرة أرخص من الكيكة اللي من أسوأ محل. سكر، طعم سكر بس. الشيء اللي زعلني كثير، بس انا مش عارفه لو حصل في المحل او وهما بيوصلوا الكيك حصل اللي حصل، حصل اللي المفروض ما يحصلش، ولكن زي ما انتم شايفين في بعض الكسر هنا من فوق. على فكرة أنا ما قلت لهم أي شيء على فرشة الأسنان والورود، فبكل صراحة ما كنت متوقعة أن حيحطوها على الكيكة. فكرة أن أضافوا عليه معجون فكرة حلوة، وحطوا أكثر من وردة باللون الأصفر. اللون الاصفر لانه الثعبان باللون الاصفر، وعلى فكره شكل الثعبان حلو رغم ان انا حطيت الثعبان فوق. حطيت الثعبان هنا من فوق بعدين حطيت راسه داخل المرحاض اللي كان الهدف ان يكون راس الثعبان في المرحاض. كوتشي 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 كوتشي. بس اختاروا لون جميل جدا للثعبان. الرسومات اللي رسموها على الثعبان اللي هي الدوائر الصفراء هذه كبيرة، دوائر صغيرة، يعني من جد أبدعوا في الثعبان. كمان في أشياء في الكيكة هم ضافوها من نفسهم، أنا ما قلت لهم شيء. أول حاجة هو أرضية الحمام، من جد عجبني الأسود والأبيض مع بعض. الشيء الثاني اللي أضافوه هو ورق التويلت، يعني ذهلت واندهلت. على فكرة الوردة اللي أنا رسمتها كان لونها أحمر، عملت وردة واحدة خليتها باللون الأحمر، هم قالوا لا 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 حطوا ورد أصفر، مش وردة واحدة بس ولا وردتين ولا 3 ورود. لا 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 لا. 8 ورود يا جماعة، 8 ورود. ممكن أسكر المرحاض؟ لا الله 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 لا. اللي بعده هنا عندنا الكيك من أسوأ محل ودفعت 375 دولار. طبعا الكيكة كبيرة جدا وثقيلة جدا جدا، وشكلها كمان يختلف عن الكيكة الثانية، بس أحس هذا كذا زي بلوك. اللي عجبتني بهذا الكيكة إنه عملوا نفس الرسمة بالضبط، حطوا الثعبان بالطريقة اللي أنا حطيتها بالرسمة، زي ما انتم شايفين جسمه على الجزء العلوي من المرحاض، بعدين حطوا راسه داخل في المرحاض، وكمان حطوا فرشة الأسنان، حطوا الوردة اللي أنا رسمتها
رسمتها باللون الأحمر، نفس اللي أنا رسمتها بالضبط، إنه عاملين زرار الفلاش من فوق فبتضغطوا بالطريقة هذه. آه حطوه فوق. لحظة إيش؟ حطوا من فوق وحطوها هنا كمان. غريبة. كل صراحة حاجة ما عجبتني بالكيكة هذه هو أرضية الحمام. الثعابين أوه عاملين لسانه، حطوا داخل المرحاض هو الثعبان، عكس الكيكة الثانية. الكيكة الثانية حطوا كذا مادة باللون الأزرق. أنا برأيي إنه الثعبان الثاني شكله أحلى بكثير من هذا الثعبان. في كمان حاجة أضافوها من نفسهم أنا ما قلت لهم ولا موجودة في الرسمة، أضافوا هذا اللي هو على ما أظن اسمه منظف المرحاض لو أنا مش غلطانة. زي ما أنتوا عارفين أنا ما رسمت هذا الشيء بالرسمة ولا حتى قلت لهم، فعجبني إنه أضافوها بالكيك. خلونا الآن نجرب الكيك. خلونا نجرب الكيكة من أفضل محل. على فكرة أنا أحب الشوكولاتة والحلويات، بس إنه يكون طعم الشيء كذا بالسكر إنه ما له نكهة ما يعجبني. أنا أتوقع إنه ثعبان فوندانت. آه شفتوا؟ مش كيكة. لا بلاكات الشوكولاتة. لحظة فوق كمان كيكة. أوه مش كيكة، الجزء السفلي هو الجزء الوحيد اللي كيك. جميل جدا. واو بنكهة النوتيلا. نكهة الكيكة حلوة اللي هو بالنوتيلا، ناشفة شوية، فعشان كذا أعطيه 8/10. مش عارفة من وين أقطعها بالضبط. لا 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 أبدا لا. أوكي حجرب الثعبان. شكله جاف. الكيكة بنكهة الفراولة، النكهة مش قوية، يعني أحس إنه يعني طشت نكهة فراولة. ناعمة الكيكة، خفيفة، أول ما بتدخل الفم الكيكة بتذوب. أوه حطيت شوكولاتة بيضة. طعم الشوكولاتة كثير حلو. عجبتني الكيكة لأنها خفيفة، لكن أحس إنه كان المفروض يزودوا نكهة الفراولة شوية عشان يكون طعمه أحلى. أعطيه 7.5/10. أوكي يا جماعة، فحابة أعرف منكم مين برأيكم فاز بحلقة اليوم، أسوأ محل أو أفضل محل؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. أنا رح أعطي تصويتي لأفضل محل، شكله كان أحلى. وطبعا ما تنسوا تكتبوا لي تحت بالتعليقات ايش حابين اعمل بالفيديو الجاي. اوكي جايز كذا وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا الاشتراك في القناه. شكرا كثير على المتابعه وبيس اوت.